صباح السعادة والأمل وصباح كل حاجة جميلة. بصبح على كل عين بتشوفني دلوقتي وكل ودن سمعاني ومش شايفاني، بقول لها صباح الفل عليكي. بصبح على زمايلي في كل مكان في الكنترول روم وهنا في الاستوديو، وبصبح على كل واحد نزل شغله أو متهيألي الناس نزلت خلاص الصبح، حد رايح مدرسته. صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا محمد. صباح الفل عليكي يا ولاء، صباح الطاقة الإيجابية والابتسامة الحلوة كده على وش الناس كلها، يعني الابتسامة المصرية الجميلة اللي احنا دايما بنحب نبتدي يومنا بيها. ابتدوا كده يومكم بتفاؤل وبخير، واللي دايما بيتفائل الخير هيجيله، يعني فكره التفاؤل صحيح. دي فكره مهمه جدا، تفائلوا بالخير تجدوه. يوم ان شاء الله يا رب كده يوم سعيد تفتح ليكم كل ابواب الرزق، كل ابواب الرزق كده ان شاء الله تكون مفتوحه وتشتغلوا ويبقى يوم جميل ومختلف. النهارده في صباح قلنا يا ولاء عندنا اخبار وفقرات كلها كده بتدعو للطاقه الايجابيه. صحيح. يعني معانا طبعا بالاضافه الى الاخبار اللي احنا متعودين عليها دايما وبنحاول نقدمها لكم خلال الحلقه، معانا فقرتين، كل فقره بتحمل طاقه امل وطاقه ايجابيه. معانا فقره هنتكلم فيها عن مؤسسه بتشتغل شغل حقيقي على الارض اسمها مؤسسه اسمعونا، هنتكلم عن المبادرات اللي فيها، الشغل اللي هي عامله شغل محترم جدا، بتساعد ناس كتيره، بتحمل الخير كده من قريه لقريه ومن محافظه لمحافظه. هيبقى في حوار اكيد، انا حاسس ان هيبقى في طاقه امل ايجابيه ان شاء الله. هي مبادره فعلا ايجابيه وبتتشابك فيها صحيح. مبادرات كتير مع بعض عشان يقدموا حاجه. وفقرتنا الثانيه عن اللجوء، او احنا صحيح. غالبا في مصر ما عندناش كمان اصلا المصطلح ده، دايما اللي بيبقى جاي في مصر ان كان سوري او عراقي او اي جنسيه اخرى بيعامل معامله المصريين. هنشوف نموذج من هؤلاء او من هذه النماذج، ونشوف عمل ايه في مصر ونجح ازاي، وايه اكيد في صعوبات وعقبات معينه ممكن انها تكون قابلته، برضو نتكلم عنها ربما حد يسمع ويقدر انه يحل. طيب نموذج النموذج ده نموذج سوري. بالظبط. تحيه كده لاهلنا في سوريا اللي موجودين في سوريا واهلنا اللي موجودين في مصر، احنا شعب واحد. هتشوفوا نموذج مختلف باسم العطار مخرج ازاي، يعني مش عايزين نقول كلمه لاجئ، هو واحد من اهلنا السوريين والمصريين، شعب واحد، ازاي عمل فكره مختلفه جدا، اشتغل صحيح. في المسرح والفن في اسكندريه. هتبقى فيه كلام حلو وفي فن كلام كتير شويه فن صحيح. في الفقره التانيه. طيب هنروح نبدا بتقريرنا كالعاده، وفي 20 سنه مرت على انشاء مركز اللغات والترجمه. المركز ده طبعا زي ما احنا عارفين وانتم عارفين انه بيقدم خدماته للطلبه والباحثين في اللغات التخصصيه او المتخصصه والترجمه طبعا للغه العربيه. خلونا نعرف اكتر عن دوره ونلقي نظره عليه من خلال التقرير ده. المركز انشئ من 20 سنه، يعني سنه 1997، واحنا بالفعل بنحتفل هذا العام كله بمرور 20 سنة على إنشاء المركز. الهدف من إنشاء المركز هو إحداث أو تحقيق تنمية حقيقية في التعليم والثقافة، بتركز قوي على تعلم اللغات. فإحنا عايزين يعني يتاح لكل فئات الشعب تعلم اللغات الأجنبية، لأن إحنا المركز عندنا مش بس خاص بطلبة جامعة القاهرة، كما هو يعني يمكن في اعتقاد إن هو دام الجامعة جوه، بدام المركز جوه الجامعة يبقى إذن هو بيخدم بس طلبة الجامعة أو الأساتذة، لا، هو متاح لجميع فئات الشعب وبدون أي التزام بأي أعمار. ممكن أي حد في أي سن، حتى في المدرسة أو فوق 60 سنة، يحب ان هو يدرس لغة، بيتفضل عندنا بمنتهى الترحيب. المركز عندنا بيتيح كم كبير من الدورات اللي مخصصة للغات. عندنا جميع اللغات ممكن دراستها هنا بمستويات مختلفة. عندنا كمان دورات متخصصة أكتر من كونها مجرد تعليم الطالب اللغة. فمثلا عندنا دورات صوتيات اللي عايز يتعلم النطق السليم، عندنا دورات منحصرة على تعليم النحو، نحو اللغات، عندنا دورات للمحادثة، ساعات في ناس بتبقى عايزة تتحدث اللغة أكتر ما إنها تكتبها. فإحنا عندنا التخصصات دي كلها.
عندنا ايضا دورات للترجمه، تعليم الترجمه العامه وتعليم الترجمه التخصصيه. عندنا برضو وحده ترجمه، الوحده دي منوط بيها ان هي تترجم اي مستندات او شهادات بيجيبوها المواطنين، وطبعا الاعتماد بيبقى الترجمه بتبقى معتمده. الى جانب كده احنا كمان عملنا بالفعل تعاون او شراكه بيننا وبين هيئات ومؤسسات كتير في الدوله، ان احنا بنقوم بترجمه المستندات والتقارير اللي لدى الهيئات والمؤسسات دي. صراحة هي الجامعة الأولى والجامعة الأم، مش من غير أي تحيز ومن غير أي كلام كده عن تاريخ جامعة القاهرة، هي فعلا جامعة القاهرة بكل المراكز المتخصصة كل الكليات والمعاهد جامعة مختلفة وبتقدم خدمة تعليمية. لا وبصراحة محترم. يعني عاجبني الحلقة اللي عملناها من جامعة القاهرة. طب دي حلقة تتنسي. لا ويعني عاجبني قوي فكرة انه دايما بنحاول ان احنا مع حضراتكم نبدأ برنامجنا وحلقتنا بتقرير بننشط بيها الذاكرة. ربما انتوا اكيد عارفين طبعا الاماكن دي، وانما ايه يعني بنرمي كده سبوت لايت عليها نفكركم ونقول لكم في حاجه زي كده ممكن انها تقدم لكم خدمه معينه، فحاجه جميله بصراحه. وهي الخدمه يعني اظن مش قاصره فقط على الطلبه داخل اسوار الجامعه، اظن في خدمات بتقدم كمان اي حد عايز يدخل مركز اللغات والترجمه فيه، يعني ممكن يقبل وممكن يدخل يحضر دورات مختلفه في لغات، احنا سمعنا اكثر من 10 لغات يعني ممكن يتعلمها داخل مركز اللغات والترجمه بجامعه القاهره. مش هروح بعيد عن جامعه القاهره، خلينا شويه كده في جامعه القاهره. الجامعه زي ما احنا بنقول دايما مفيش اي باحث في مصر في اي تخصص في اي علم من العلوم في اي كليه ما ينفعش يعدي ما يعديش على المكتبه المركزيه لجامعه القاهره. المكتبه المركزيه لجامعه القاهره هي واحده من اقدم المكتبات الجامعية المتخصصة في مصر، مكتبة ثرية جدا فيها عدد كبير من الكتب من المخطوطات، كمان عدد كبير من الرسائل العلمية، مش بس الرسائل اللي داخل جامعة القاهرة لكن رسائل علمية في كافة الجامعات، خدمة بتقدم للطلاب والباحثين في مختلف جامعات جمهورية مصر العربية. تعالوا نشوف التقرير ده عن المكتبة المركزية بجامعة القاهرة. في البداية كان هناك مكتبة مركزية 1931 اللي هي تسمى حاليا بالمكتبة التراثية. مع تطورات العصر الحالي والحاجة لإضافة مصادر معلومات أكثر تطورا، كانت الفكرة إنشاء المكتبة المركزية الجديدة لتصبح المكتبة الرئيسية التي تخدم المجتمع الجامعي لجامعة القاهرة. 29 يناير تم افتتاحها 2008 لتضم مصادر المعلومات بمختلف أشكالها وتقدم جميع الخدمات بما فيها الخدمات الإلكترونية لتتلائم مع متطلبات العصر الحالي. من أبرز الجديد بالإضافة للخدمات التقليدية اللي هي خدمات الاطلاع سواء كانت كتب أو رسائل أو دوريات أو غيرها، من الجديد عندنا خدمات المكفوفين. احنا عندنا قاعة يطلق عليها قاعة تحسين، هي قاعة موجهة لتقديم خدمات للمكفوفين وضعاف البصر. عندنا أيضا قاعة للوسائط المتعددة فيها مصادر إلكترونية بتضم معلومات في اللغات في جوانب ثقافية جوانب تعليمية تعليم مبرمج تعليم إلكتروني. التعاون ما بين المكتبة ومكتبة الإسكندرية كان من خلال بروتوكول عقد سنة 2014، من خلاله كان هناك اتفاق ما بين المكتبة المركزية الجديدة ومكتبة الإسكندرية أن يكون هناك قاعة من خلالها يمكن للمستفيدين أن يدخلوا أو يولجوا على مقتنيات مكتبة الإسكندرية وعلى ما تقدمه من خدمات، وخصص لها في الدور الأرضي قاعة أطلق عليها سفارة المعرفة. من أبرز ما هو متاح في المكتبة المركزية الجديدة وغيره موجود في مكان آخر سواء في الجامعة أو في الجامعات الأخرى قاعتين، قاعة للبانوراما وده عرض تفاعلي على 9 شاشات عرض من خلاله بيتم عرض تاريخ مصر في العصر الفرعوني، تاريخ مصر في الدولة الإسلامية، التاريخ الحديث وحصري 100 عام الجامعة في 100 عام، تاريخ جامعة القاهرة في 100 عام. أيضا المتحف الجامعة
وهذا المتحف أطلق عليه متحف المناوي نسبة لمؤسسه الدكتور مناوي رحمه الله. بيضم مجموعة قيمة جدا من المخطوطات ومن المسكوكات من الأوسمة، بالإضافة إلى مجموعة من الإهداءات القيمة اللي كانت وصلت الجامعة وتم إيداعها في المكتبة المركزية الجديدة من خلال المتحف. لا واحنا هناك كان قلنا انها خدت شهاده الايزو كمان صحيح، اعتقد للسنه الثانيه على التوالي. انا فاكره ساعتها قلنا فمكتبه عريقه طبعا وجميله. طيب نروح نشوف النشره الجويه واحوال الطقس مع نيرفانا العبد كالعاده. اهلا بكم مشاهدينا والى نشره جويه جديده ليوم الاثنين. طقس معتدل على معظم الانحاء نهارا، لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخره، وتقل رؤيته في الشبوره المائيه صباحا على مناطق متفرقه في شمال البلاد. وننتقل الى احوال الطقس في محافظات مصر ونبداها بالقاهره، حيث تسجل الكبرى 27 والصغرى 16 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الاسكندريه تسجل الكبرى 25 والصغرى 15 والاجواء صافية نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 27 والصغرى 18 والجو صافي نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 27 والصغرى 12 حيث الأجواء الصافية. وفي المنيا تسجل الكبرى 27 والصغرى 12 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 30 والصغرى 21 والجو صافي نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 33 والصغرى 16 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 30 والصغرى 14 حيث الأجواء الصافية. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 30 والصغرى 21. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 23 والصغرى 14. وفي دمشق تسجل الكبرى 24 والصغرى 8. أما عن الرياض تسجل الكبرى 30 والصغرى 16. وفي أبو ظبي تسجل الكبرى 30 والصغرى 25. وفي الجزائر تسجل الكبرى 17 والصغرى 9. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 23 والصغرى 10. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا وإلى اللقاء. شكرا للزميلة نيرفانا العبد وأخبار الطقس والنشرة الجوية. تعالوا مع حضراتكم نروح مباشرة نشوف بقى كده الإطلالة الصباحية اليومية بتاعتنا في صباح أون. النهاردة هنروح أو هنطلع من حلوان، المدينة الجميلة الهادئة، وتحديدا احنا شايفين دلوقتي القاهرة جامعة حلوان. جامعة حلوان واحدة طبعا من الجامعات المهمة في مصر. احنا دلوقتي شايفين يعني صورة كده او مشهد علوي من مباني والكليات الخاصة داخل جامعة حلوان. اعتقد في تخصصات معينة يا محمد متهيألي في جامعة يعني التجارة الخارجية دي بالزبط. اعتقد انه هي اكسكلوسيف بس بالزبط. لجامعة موجودة حلوان في جامعات تانية. صحيح عندك حق صحيح. ومدينة طبعا هي مدينة حلوان تعتبر من أقدم المدن طبعا. يمكن من هي كانت في الأصل مدينة فرعونية وتم يعني غابت شوية ولكن أحياها بعد كده زي ما مكتوب عندكم تحت عبد العزيز بن مروان. طبعا هي حتى يعني تعتبر إيه آخر أنا نقول إيه آخر الكورنيش مثلا يعني جنوب القاهرة تحت القاهرة بس عايزين نقول إن أجمل حاجة في حلوان وده لنفسنا مرة تانية نستعيده في حلوان. حلوان في يوم من الأيام كانت مكان للسياحة العلاجية صح. يعني كانت مقصد مهم جدا للسياحة العلاجية. كلنا نفتكر عيون حلوان عين حلوان والعيون الكبريتية اللي هناك صحيح. للأسف الشديد زحف المصانع، أنت عارفة إن في كذا مصنع أسمنت في حلوان، خلى شوية موضوع إن السياحة العلاجية ده يتراجع في حلوان. نتمنى مرة تانية نشوف حلوان كده على خريطة السياحة العلاجية، نتمنى يبقى فيه خدمات سياحية. اللي احنا شايفينه ده مصنع حلوان للحديد والصلب، فيه كذا مصنع على فكرة، فيه مصنع للأسمنت ومصنع للحديد والصلب.
في فتره من الفترات كان يعني عليه القوم زي ما بيقولوا البشوات كانوا قاعدين في حلوان. كان البشوات عندهم عندهم اصول في حلوان يعني في حتت كتير في مصر عفوا حتت كتير في مصر كانت فعلا للبشوات والبهوات ودلوقتي اتقلبت بقت حاجه ثانيه خالص يعني دي من ضمنها بس حلوان طبعا هي تعتبر مدينه هاديه اعتقد يعني انا بروحها نادرا بس تحس انها هاديه مش زي القاهره قوي نفتكر طبعا من حلوان اولا بنصبح على اهلنا اللي في حلوان اللي بيشوفونا دلوقتي نفتكر طبعا في حلوان غير المصانع والحاجات دي عندهم حاجه جميله جدا اسمها الحديقه اليابانيه انا كنت بروحها زمان جدا وانا صغير كده كلنا قرايبنا في حلوان فكنا بنروح الحديقه اليابانيه كانت جميله فصباح الفل على اهلنا في حلوان حلوان الحلوين اللي في حلوان. حلوان طيب نروح للجيزه بقى وفيصل وما ادراكم ما شارع فيصل طبعا يا متاليه لسه الكثافه المروريه يا اما الناس راحت يا اما لسه هتروح الدنيا هاديه الدنيا شكلها هادي شويه يعني اللي ساكن في فيصل يطمن يبص معانا كده صوره حلوه انزل بسرعه بقى الحق قبل ما الدنيا تتزحم في شارع فيصل والهرم احنا شارع الهرم شارع الهرم ولا فيصل اعتقد ده فيصل يا جماعه استقروا من فيصل ده بيربط بين ايه بقى ده من القاهره انا من شارع فيصل طبعا ده من اطول الشوارع ما بيخلصش الشارع ده تفضلي ماشي فيه شارع طويل جدا من الجيزه طبعا لغايه الاخر بتكلم على اكتوبر لغايه توصل لدار رمايه ومن دار رمايه بقى تطلع على اكتوبر لكن هو من الشوارع طبعا المزدحمه جدا طبعا الشهيره جدا في مصر شارع فيصل ومن الشوارع المحوريه طبعا في محافظه الجيزه اللي بيوازيه شارع الهرم الناحيه الثانيه هما الاثنين بيوازوا بعض يعني سيبكوا بقى تستمتعوا يعني صباح الفل والخير على اهل بلدنا في حلوان في الهرم في فيصل في كل مكان فيكي يا مصر دي كانت الاطلاله الصباحيه بتاعتنا الصبح على حي الهرم او تحديدا شارع فيصل ومن مدينه حلوان جنوب القاهره تعالوا نروح لفاصل سريع ونرجع نشوف اهم الاخبار في صباحه خليكم معانا اهلا بيكم مره ثانيه ونبدا سريعا باخبارنا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح يوسف الشاهد رئيس الحكومه التونسيه وده كان بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء طبعا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والتونسي ونقل رئيس الحكومه التونسيه للرئيس تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اللقاء تطرق برضو الى عدد من القضايا الاقليميه اللي فيها اكد الجانبين اهميه تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة اللي بتواجهها في الوقت الراهن وعلى رأسها طبعا انتشار خطر الإرهاب والفكر المتطرف واللي بيتطلب العمل على ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وفي نفس إطار العلاقات المصرية التونسية وتعزيز هذه العلاقات عقد أمس اجتماع أعمال الدورة 16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس شريف إسماعيل والدكتور يوسف الشاهد أشاد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بعلاقات التعاون المتميزة جدا بين البلدين معربا عن تطلعه أن تسهم الزيارة في الارتقاء بأطر التعاون الثنائية في مختلف المجالات وأن تسفر نتائج اللجنة المشتركة وتوصياتها عن آليات جديدة تعمل على دعم حركة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتناسب مع طبيعة وتميز العلاقات بين مصر وتونس
تقارب كبير في المسارات التونسية والمصرية بعد 2011، وربما اليوم نسعى إلى توطيد العلاقة أكثر ما يمكن حتى نستجيب إلى رغبة الشعوب، وتكون هذه العلاقة السياسية المتميزة بين تونس ومصر مجسمة على الأرض، مجسمة في مستوى التبادل. كان هناك أيضا منتدى اقتصادي جمع رجال الأعمال التونسيين ورجال الأعمال المصريين البارحة، وذايا احنا دورنا كسياسيين هو توفير الإطار وتوفير المناخ بهذه الاتفاقيات، ثم القطاع الخاص يأخذ بالمشعل لتفعيل كل هذه الاتفاقيات. وإن شاء الله في اجتماع للمعنيين بهذا الأمر خلال هذا الأسبوع، والتنسيق مستمر مع الجانب التونسي على أعلى المستويات فيما يخص القضايا التي تهم المنطقة، سواء كان في سوريا أو اليمن أو ليبيا تحديدا. هذا التنسيق مستمر والتشاور مستمر، وهناك اتفاق كامل على الرؤية بالنسبة لهذه المشاكل. مع رئيس الوزراء من وجهة نظرك أهمية هذا الاجتماع وأهم ما الاجتماع هذا هو الاجتماع؟ طبعا دي اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية بتنعقد في مصر عقب انعقادها في آخر مرة كان في تونس في سبتمبر 2015. دولة الرئيس أشار إلى كل الموضوعات اللي تم المناقشة فيها. هنا بنسعى من خلال هذه اللجنة إلى رفع يعني مستوى التعاون والتنسيق بيننا وبين تونس إلى مستويات أعلى مما هي عليه في إطار العلاقات المتميزة مع تونس الشقيقة. التفعيل بمجرد التوقيع، ولكن أهم شيء هو أن السادة الوزراء تبادل الزيارات وتبادل الاجتماعات وعقد الاجتماعات والمتابعة المستمرة والتأكد من أننا نسير في الإطار الصحيح وأننا نحقق وننفذ ما جاء في هذه الاتفاقيات والإطار العام لما تم الاتفاق عليه في اللجنة الحالية. هو 10 اتفاقيات. شاركتم رئيس الحكومة فرحة الفراشة اليوم في الافتتاح، شاركتم تونس فرحة الفراشة؟ طبعا احنا يعني تونس يهمنا تواجدها، ونهنئ الشعب التونسي كله بتواجده في كأس العالم. والحمد لله يعني لدينا 4 فرق عربية، المغرب الشقيق والسعودية الشقيق وتونس الشقيق ومصر، ودي يعني شيء إيجابي جدا إن شاء الله، ولكن نأمل إن هم يكونوا في مجموعات متفرقة. شكرا فندم. من ناحية تانية، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأساس، وده كان بحضور محافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة المدينة ووزراء الإسكان والكهرباء والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط والمتابعة. في الاجتماع ده استعرضوا تقرير حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروع مدينة دمياط للأساس والجهود المبذولة لاستكمال توصيل كل المرافق اللي بتشمل أعمال البنية التحتية والكهرباء والصرف الصحي والإنشاءات المتعلقة بالهناجر والورش. عشان نعرف اكتر معانا الاستاذ عبد اللطيف وهبه، مدير تحرير جريده الاهالي. اهلا بيك يا استاذ عبد اللطيف، صباح الخير. طبعا من شهر 8 اللي فات كده او 7 كنا بنفتتح المرحله الاولى من مدينه دمياط للاساس، وكان قدامنا لسه مشوار لتوصيل المرافق وتعبيد الطرق او تمهيدها. احنا وصلنا فين في الملف ده المرافق؟ الحقيقة أنجزت الحكومة يعني جانب كبير جدا من المرحلة الأولى، خصوصا لو حضرتك يعني عارفة أن قبل تحديد هذا المكان وتخصيص الأراضي دائما ما تقوم الحكومة بأعمال المرافق والبنية الأساسية. ده من المشروعات الهامة جدا لمدينة دمياط، على اعتبار ان احنا يعني صناعة الاساس في الفترة الاخيرة او في السنوات الاخيرة تعرضت يعني لضربة كبيرة جدا في ظل يعني المستورد من الخارج، خصوصا الصين على سبيل المثال. لو حضرتك بتشوفي دلوقتي تلاقي كل المعارض او في معارض كتيرة في مصر بتعرض الاساس الصيني اللي هو بيجي جاهز كونتينر من الخارج، وبيتم عرضه في عدد كبير جدا من المعارض سواء في القاهرة او في المحافظات، وبأسعار عايزة يعني مش هنقول منافسة، هي رخيصة جدا عن الاسعار المصرية، وده طبعا ادى إلى يعني نوع من ليست المنافسة ولكن كان
كان أدى إلى حالة ركود شديدة في دمياط. زي ما حضرتك أيضا عارفة أن دمياط في فترة من الفترات مصر كانت بتتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق بصناعة الأساس في دمياط، وكان بيتم التصدير ليس للدول العربية فقط ولكن حتى الدول الأوروبية. هذا الأساس أو صناعة الأساس مشهورة بها دمياط على مستوى العالم. لكن هذه المدينة هي لإحياء هذه الصناعة ولعودة الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر، خصوصا أن صادرات مصر من هذه الصناعة كانت كبيرة جدا، بتلعب دور كبير جدا فيما يتعلق بالصادرات المصرية للخارج. طيب حضرتك عارف أستاذ عبد اللطيف أنه صناعة الأثاث تطورت، بقى في أساليب تكنولوجية هائلة ربما هتحدث صفرة في صناعة الأثاث ككل، وإحنا هنا بنشهد معرض اسمه وود تيك أو معرض تكنولوجيا صناعة الأثاث. لو حضرتك اطلعت على المعرض أو سمعت عنه، لو تقول لنا إيه اللي ممكن يكون فعلا تكنولوجيا جديدة يعني بتصب في الاتجاه اللي حضرتك ذكرته؟ شوفي، التكنولوجيا الجديدة أصبحت في صناعة الأثاث زي أي زي كل الصناعات في العالم دلوقتي. ما عادش العنصر اليدوي مش البشري، اليدوي هو المهيمن أو اللي بيقوم بكل حاجة. لا، أصبح فيه تكنولوجيات جديدة، في خطوط إنتاج، في مصانع بتبقى كاملة، حتى في الدهانات فيما يتعلق بهذه الصناعة لم تعد أيضا يدوية. فأصبح من الضروري أن احنا بنطور صناعة الأساس في مصر. ليه؟ كلما زاد موضوع أو عنصر التكنولوجيا ده بيقلل أولا الوقت فيما يتعلق بالتصنيع، أيضا هناك آلية جديدة زي ما حضرتك يعني مثلا موضوع الديزاين أو التصميم. أصبح لدينا شركات متخصصة في التصميم فقط، يعني هي اللي بتحط الديزاين وبيجي المصانع بتنفذه. ولذلك هنلاقي مثلا في مدينة دمياط للأساس الدولة يعني قدمت عروض لكافة المنتجين والمصنعين في دمياط ان هي على استعداد لتمويل اللي هي العدد والآلات لأصحاب المصانع والورش في مدينة دمياط الجديدة، لأن ده من الأمور الهامة دلوقتي. الصناعة تقاس الآن بمدى الجودة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير أستاذ عبد اللطيف وهبة، مدير تحرير جريدة الأهالي، شكرا لك. نظمت حملة علشان تجنيها مسيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية بجوار موقف أحمد حلمي بشبرا، شارك فيها مئات الباعة الجائلين من مختلف أحياء القاهرة، ورفع الباعة لافتات مكتوب عليها نؤيد الرئيس السيسي لولاية ثانية وسط إقبال كبير من المواطنين على الانضمام للحملة، فيما رفع المشاركون أعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي قال إن الوزارة قامت بتطوير بعض المنتجات المدنية اللي عندها من حيث الجودة والشكل، وده وفقا لمتطلبات السوق المصرية. وأضاف العصار كمان، ده كان امبارح خلال افتتاحه معرض الإنتاج الحربي من ميدان التحرير بالقاهرة بعد تطويره، إن الوزارة بتستهدف حاليا الوصول لإنتاج منتج محلي مصري بنسبة 100% من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع. احنا بنهدف ان احنا ننتج ونكفي السوق المصري ونرضي المواطن المصري، ولما نزود الانتاج بتاعنا ونزود المبيعات بتاعتنا هنقلل الاعتماد على الاستيراد، واحنا بنعمل على ايجاد فرص للتصدير للخارج، وبالتالي بنساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد حاليا. الجودة دي في قمة أولوياتنا وأهميتنا وأسبقياتنا. عملنا فريق من الكبار المتخصصين في الجودة في مصر، وبنعمل حاليا برامج لتطوير الجودة في كل شركات الإنتاج الحربي. الكلام ده بقاله أكتر من سنة ونص، وابتدى يؤتي ثماره في تطوير الكثير من المنتجات سواء كانت الحربية أو المدنية في الانتاج الحربي.
أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية المستدامة لصعيد مصر يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة، خاصة في ظل تمتع محافظات الصعيد بوفرة في الموارد الطبيعية والكوادر البشرية المؤهلة، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير امبارح خلال فعاليات منتدى استثمر في الأقصر، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. نظم المنتدى مشروع إمكان تمكين التشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر. لمزيد من التفاصيل حول المبادرة الخاصة ومنتدى استثمر في الأقصر، معانا السيد مهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. صباح الخيرات فندم، أهلا بيك. صباح النور يا فندم. يعني امبارح كان الافتتاح الخاص بمنتدى استثمر في الأقصر، وتم تدشين موقع خاص بيعرض الفرص الاستثمارية، حوالي 56 مشروع في الأقصر وفي الصعيد. حابين نعرف تفاصيل أكتر حوالين ملامح المبادرة دي والفرص المتاحة للشباب وتشغيلهم. حقيقي امبارح كانت الأقصر احتفالية كبيرة بتدشين هذا المشروع المهم جدا لمحافظة الأقصر لتنويع مصادر الدخل فيها، بدلا من الاعتماد فقط على دخل السياحي اللي بيمر بأزمة حاليا. صحيح. المشروع ده ابتدى من حوالي سنة بالاشتراك بين محافظة الأقصر ووزارة الصناعة، وكذلك بدعم من هيئة التنمية اليابانية. وقام بتنفيذ المشروع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية اليونيدو. تمام. المشروع ده أصدر امبارح عن تشغيل 22 مشروع فعلا ابتدى ينتج في خلال السنة دي، وكان مجموعة المشاريع دي كانت عاملة معرض لتعرض منتجاتها اللي قدرت ان هي في خلال سنة واحدة تشتغل وتنفذه، زائد الانتهاء من دراسات الجدوى لست مشاريع كبيرة. تمام. بيتراوح استثماراتها ما بين 20 و90 مليون جنيه. ايه طبيعة المشاريع دي يا فندم؟ يعني ايه طبيعة المشاريع اللي هيتم تدشينها واللي بتشتغل دلوقتي على الأرض؟ جميع المشاريع سواء ال 22 مشروع الصغير او الست مشاريع الكبيره بتعتمد على ثلاث قطاعات اساسيه في الصناعه في الاقصر، وهي تدوير المخلفات والطاقه المستدامه وكذلك الانتاج الزراعي والبدائي. الثلاث قطاعات دي تم تحديد حوالي 57 فرصه ليهم. تمام. على الموقع الجديد اللي اتعمل في الاقصر بتاع استثمر في الاقصر. وسيتم ربطه بالخريطه التنميه الصناعيه الكامله، الخريطه الصناعيه الاستثماريه للمملكه العربيه. امبارح تم تدشين الموقع ده، وعايزين نعرف من حضرتك يعني اي شاب او اي حد عايز يستثمر او يعمل مشروع صغير او متوسط، ازاي يتعامل مع هذا الموقع والموقع بيقدم لهم ايه؟ يعني فقط معلومات عن المشروعات المتاحه، ولا ممكن كمان يحصل تيسيرات او تقديم للرخصه من خلال الموقع؟ هي دي الشيء المهم في المشروع. ان المشروع مش بينحصر فقط في انه بيدي الفرص الاستثماريه، انما اشتغل مع المستثمرين اللي تقدموا في هذه الفتره على التنفيذ فعلا، وقدر ان هو حقق امالهم في تنفيذ مشروعهم في خلال سنه واحده، وسيستمر ان شاء الله باذن الله. وهنعمل عمليه استمرار للمشروع من خلال تفعيل بقيه الفرص الاستثماريه اللي هي متاحه في محافظه الاقصر باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه. كلام حلو ومبشر على الصبح ان في ست مشروعات هيتم تنفيذهم في الاقصر، 22 مشروع بالفعل تم تنفيذهم على الارض خلال العام الماضي، ويعوض مشاكل السياحه. يعني انت عارفه. صحيح. الاقصر والاستثمار في الصعيد عموما دايما بناتي على ذكره يعني. طيب نروح لخبر ثاني، هو تقرير اعتقد انه في كشف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره خلال الاحتفال بانضمام القاهرة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.
أسباب القبول وانضمام القاهرة ضمن المدن الإبداعية أوضحها هو وأشار إلى أن تلك الخطوة جاءت بمبادرة من الدكتورة ريهام عرام مديرة وحدة الحفاظ على المباني التراثية، وده بعد أن عرضوا ملف عن شبكة المدن الإبداعية في العالم ومدى الاستفادة اللي هتعود على المهن التراثية طبعا والحرفية من الانضمام لشبكة اليونسكو. تعالوا نشوف التقرير، خبر حلو وإيجابي. اتفرج. بعد أيام قليلة من احتفال محافظة القاهرة بمرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية، تحتفل المحافظة اليوم بإنجاز جديد على المستوى الدولي، وهو انضمام القاهرة إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية. احنا النهاردة بنحتفل بانضمام القاهرة لقائمة المدن الإبداعية أو شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو. الشبكة دي أنشأتها اليونسكو بمبادرة منها من الأمم المتحدة، والحقيقة هي بتضم كل المدن ذات التاريخ والتراث والعراقة في العالم اللي بتتميز بمجالات مختلفة. اتعرض عليا الفكرة ان من السادة الدكاترة المتخصصين ان ازاي القاهرة حتى الان لم تنضم الى شبكة المدن الابداعية. انا لقيت ان التساؤل في محله وان احنا فعلا جادرين بهذا الانضمام. انضمت القاهرة لشبكة اليونسكو للمدن الابداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية الاصيلة، مما يفتح مجالا للتعاون مع المدن الابداعية الاعضاء بالشبكة. هذا الاحتفال او هو الواقع اعتراف بالدور المتميز للقاهرة في المجالات الإبداعية والمجالات الثقافية بشكل عام. هذا الدور الذي تميزت به القاهرة على مدى العصور وفي مختلف المجالات والمناحي الثقافية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراث الثقافي الملموس أو التراث الثقافي غير الملموس. مزايا انضمام محافظة القاهرة لهذه الشبكة هو الإمكانية تبادل الدعم الفني والخبرات مع المدن أعضاء الشبكة، وهي 180 مدينة على مستوى 72 دولة في العالم. بنقدر نتبادل معاهم دعم فني، بناء قدرات، تسويق لمنتجاتنا في هذه المدن، الاستفادة من خبراتهم وتقديم الخبرات التقنية أيضا. يمثل انضمام القاهرة إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية إثراء لدور الإبداع في العالم، واعترافا بالدورة التاريخية للقاهرة في دعم الثقافة والفن والحفاظ على التراث. مرنا عادل، أونلاين. شيء محترم جدا، بس السؤال ليه اتاخرنا كل ده؟ يعني القاهره من اقدم المدن اللي في العالم، يعني من اقدم المدن ابداعا، متاخرا خيرا من لا ياتي اصلا. لكن شيء محترم جدا، وتحديدا فيما يتعلق بالحرف اليدويه والتراث الشعبي. مصر او القاهره تحديدا بتتميز بده، تتميز طبعا بالوان كتيره جدا من الابداع الثقافي. نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم وقراءه كده لاهم العناوين والمانشيتات في صحافه النهارده. اهلا بيكم 13/11 النهارده. تعالوا نشوف ابرز المنشطات اللي كانت على الصحف الصادره لهذا اليوم. من الاخبار صفحه 10 و11 كان في حوار للدكتور خالد فهمي وزير البيئه في دائره الاخبار للحوار، يعني مكتوب قدامكم المنشطات العريضه: الحكومه لن تتردد في اغلاق اي مصنع يضر بالصحه، ومياه النيل آمنة ومراجعة يومية لجميع أنواع الصرف فيه، وأجهزة لقياس التلوث بالمناطق المزدحمة، ومشكلة القاهرة في التراب. يعني مشكلة مصر أعتقد كلها التراب، ده موجودة كل حتة مش التراب بس، يعني التراب ونفتح بقى إيه كذا حاجة بعد التراب دي، يعني بس هو مش عارف اختصارها ليه بس التراب. طبعا يعني من العناوين برضو اللي في الحوار إنه حولنا حرق قش الأرز من محنة إلى منحة. نتمنى ده يعني يحصل تدوير لقش الارز ويبقى في مصانع الورق تشتغل في كذا كذا فكره لتحويل قش الارز الى ورق ومواد ممكن نستفيد بيها. نروح لحوار مهم جدا وحوار بيواكب التطورات اللي بتحصل اليومين دول في المنطقه. المصري اليوم عامله حوار متميز انفردت بيه الزميل مروان ماهر مع رئيس وزراء السابق اللبناني فؤاد السنيوره عن الازمه اللبنانيه الأخيرة. أهم ما يعني ذكروا رئيس أو دولة رئيس وزراء لبنان الأسبق الحريري: ليس محتجزا، السعودية تحافظ على هوية لبنان. تحدثت مع رئيس الوزراء المستقيل مرتين،
وكنت أفضل أن يقدم استقالته من بيروت. الاستقالة فاجأتنا جميعا، ولا يمكن أن يستمر وجود الدولة اللبنانية وبجوارها دويلة معادية لها. برضو بيؤكد أنه فرنسا تتحرك لحماية لبنان من عواقب تدخل حزب الله في الصراعات الإقليمية. امبارح ظهر في حوار مباشر تابعناه السيد سعد الحريري رئيس وزراء اللبناني المستقيل، أجرى حوار مع قناة المستقبل، يعني حوار مطول ساعتين، وأكد فيه على أنه هيعود إلى لبنان خلال أيام قليلة، وأنه غير محتجز ويعني مش قيد الإقامة. هي استقالة غريبة بصراحة، منه من بره وفجأة، يعني في كلام بيتقال كتير حواليها. طيب نروح لليوم السابع أعتقد، صفحة 6، في دراسة برلمانية بتقول 53 ألف شائعة في مصر خلال 60 يوم بس. 53 ألف يعني اللي هو بمعدل كم في اليوم؟ مش عارفة كل ثانية كتير قوي. ومين اللي بيطلع الشائعات دي؟ أنا موت وعارف. 70% من الشائعات بتصدر عبر مواقع السوشيال ميديا، طبعا دي يعني ده هو منبع الشائعات السوشيال ميديا، والصحف والمواقع الإخبارية بتنقل 30% منها على إنها حقيقة. يعني معروف من أصغر حد، يعني اي حد عارف ان السوشيال ميديا ما بيتاخدش منه اخبار، مش مصدر يعني مصدر ليه مصداقيه، بس الصحف واخبار تنقل. بس الرقم صادم جدا، ده فظيع، رقم رهيب. 53 ألف قال لك شهر ايه؟ سبتمبر واكتوبر. الكلمه بتاعت البلد دي بلد شهادات، البلد دي بلد شائعات، مش بلد شهادات. يعني في عدد كبير جدا، كتير قوي. وبعدين يعني برضو من الارقام اللي فيها ولاء انه 70% من السوشيال ميديا، وانه بنتكلم ان الصحف والمواقع اللي ليها مصداقيه بتنقل من السوشيال ميديا. يعني انت دون ان تدري بتروجي للشائعه في وسائل اعلام ثانيه. واحيانا الشائعه بتبقى جايه مع هواك، جايه مع اللي انت بتؤمن بيه، فيلا يعني نقولها عشان نخلي الناس تصدقها. بس اقوى وسيله لمواجهه اي شائعه في الدنيا انك تعرضي الحقائق والمعلومات. صحيح، يعني من المعنيين مباشره. عايز تقتل شائعه، طلع المعلومه بشكل مباشر، فمبقاش في عندك التربه الخصبه ان الشائعات تطلع. صحيح. طيب نروح لخبر تاني، والخبر ده بقى ايه؟ هيهم ناس كتيره جدا. خلاص كل سنه وانتم طيبين. احنا على ابواب الشتاء، وكل طبعا الاسره المصريه بقى بتبتدي دايما كده متعودين رب الاسره المصريه في الصيف والشتاء، كسوه الصيف وكسوه ايه؟ الشتاء. يبتدي يطلع كده فلوس يجيب لمراته ولاولاده. الخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول ارتفاع اسعار الملابس الشتويه بيثير غضب المواطنين، والركود يخيم على المحال. كان نفسنا يبقى في شائعه كده تطلع تقول ان بمناسبه الشائعات يعني الحاجات هترخص دي يعني. هنقولها لو شائعه هنقول على طول. يعني بيقول لك البلطو ب 1000 جنيه والجاكيت ب 800 وشراء الملابس لمن استطاع اليه سبيل. يعني ما هو يعني مش لازم كل شتاء نشتري، يعني صحيح. يعني مش بالضروره، يعني مع الظروف اللي احنا فيها دي نخلي البلطو يقعد. هو الاطفال طبعا عندك حق، غصبا عننا، انما صحيح مش لازم كل طيب سنة. هو الخبر اللي انا قراه ده من المصري اليوم في الصفحه الاولى، ملابس بالتقسيط، ده يمكن بيرد على الخبر الاولاني، المبادره لانعاش السوق ومواجهه الركود. مش عارفه بالتقسيط يعني هتبقى ازاي بقى. مفاوضات مع البنوك للتنفيذ، ده موضوع كبير. بس والله صدقيني على قد ما الكلام بيضحك او هم يضحك، لكن هو هم يبقى بتبقى حلول يعني لناس ثانيه. طبعا بس ربنا يعين بجد، يعين كل رب اسره وكل اسره مصريه في ظل الغلاء والتكاليف والالتزامات الكتيره. يعني احنا ورا بعض رمضان، وبعد رمضان العيد، وبعد العيد دخلت مدارس، وبعد دلوقتي المدارس كسوه الشتاء. فيعين بجد المواطن المصري كده بيدور في دايره صعبة جدا، فربنا يعينه. ربنا يعينه صحيح، يعيننا كلنا، ما احنا كمان برضه. وزي ما انت قلت يا ولاء دلوقتي، مش لازم كل سنة اجيب لبس. لا مش يعني لو عندك حاجة تقدر تقعد معاكي السنة اللي جاية ولا بعدين، مفيش أي حاجة، مش عيب يعني. لا مش عيب ولا حرام عندي. طب نروح سريعا كده لخبر تاني من الشروق، تذبذب أسعار اللحوم في أسواق القاهرة والجيزة، ومواطنون بيؤكدوا إن الميزانية لا تتحمل. شرف بيؤكد اسعار اللحوم انخفضت حوالي 5%، اعتماد يعني عزوف المواطنين كمان في بني سويف عملوا حاجه مهمه جدا، ان هم فكره المقاطعه يا ولاء، يعني بدا يقاطع وكده، فده نوعا ما نزل شويه في اسعار اللحوم في بني سويف. في تجار وجزارين بينافسوا لحوم القوات المسلحه والدواجن هي السبب. نتمنى ان يعني حملات المقاطعه دي لما تكون يعني تبقى يعني من الكل. صحيح. يعني احنا ما عندناش الثقافه دي للاسف قوي.
طيب الشروق صفحة 12 وفيها صورة بيوت من ذهب. دي في النوبة. حلو قوي. في الجنوب حيث بدايات نهر النيل. وللأسف الصورة عندنا بالأبيض والأسود. بس احنا شايفينها. على الهواء بالألوان. ايه وبيقدر رحابة وبقدر رحابة النيل واتساع مجراه والطبيعة الساحرة لبلاد النوبة. طبعا هناك يعني جميلة تحس كده ان انت عايز تجيب ريشه بالزبط. وترسم. لا انت في لوحه بالظبط قدام لوحه بجد زي ولا لو روحتي البيوت بعدين معموله بمزاج بفن وده مش غريب على اهلنا في النوبه. اهلنا في النوبه فنانين على فكره. عندهم جينات الابداع والفن. فتلاقي كل بيت ليه لون وكل بيت ليه شكل حلو. فنصبح على اهلنا في النوب ونقول لهم صباح الفل ويا رب كده النوبه الجميله الطيبه يعني يوم كده يبقى سعيد على كل الناس هناك. دي كانت سريعا كده اخبارنا واهم المنشطات والعناوين. تعالوا نتابع مع حضراتكم الاجنده الثقافيه النهارده. اهم الفعاليات اللي حابب يروح مكان معين نشوف فعاليه من الفعاليات الفنيه والثقافيه. تابعوا معانا الاجنده وهنرجع بعد شويه مره تانية في صباح عمر. خليكم معانا. جديدة بنفتحها معاكم وصباح أن. والحقيقة بيبقى صعب جدا أنه الإنسان ياخد قرار مثلا زي اللجوء، أو بمعنى أصح صعب أنه قرار بيفرض عليه فرضه. محدش بياخد قرار أنه يبقى لاجئ، وإنما هو ظروف بتجبر الفرد على أنه يبقى لاجئ في بلد تانية. وما أدراكم بقى الرحلة اللي بيستغرقها اللاجئ دوت من بلده إلى أن يصل إلى وجهته اللي هو عايز يروحها. بيتعرض فيها لإيه؟ حاجات كتيرة جدا ربما يعني ما نقدرش نذكرها من صعوبتها. لكن الصعوبة دي والتحدي ده لما بيتحول لإنجاز ولما بيتحول لحاجة تبقى متفردة، ده بيبقى شيء رائع، شيء جميل جدا ان انسان من المعاناه قدر ان هو يطلع بشيء جميل ومبهر. احنا معانا نموذج طبعا سوري من الاف النماذج السوريه اللي موجوده هنا في مصر. اول مخرج مسرحي سوري يدخل مهرجان الاسكندريه في الصيف اللي فات بنوعيه خاصه من الفن. هنتكلم عنه طبعا مع ضيفنا. واحنا عارفين انه يعني اللاجئين السوريين هنا كتير، واحنا مش بنحب اصلا احنا نوصفهم صحيح بالوصف دوت لانهم زينا زيهم. وكمان هنعرف على الجانب الاخر مصر بتقدم لهم ايه وبتعاملهم ازاي وايه العقبات اللي ممكن انها تكون واقفه في طريقهم من الاقامه والجنسيه والتعليم وما الى ذلك. طيب معانا الاستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنه العفو الرئاسي. صباح الخير طبعا يا محمد. ومعانا الاستاذ باسم العطار المخرج المسرحي ومدير مبادره الرحاله المهاجرون. اهلا صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا صباح مصري سوري جميل. واحدة المصريه السوريه يعني هي دي المشهد دايما. القاهره ودمشق عاصمتين لوطن واحد. هنتكلم عن الابداع والفكره اللي قدمها باسل، لكن ابدا بقى بالجلسه النقاشيه والندوه اللي كانت مهمه جدا على هامش منتدى شباب العالم. كان في ندوه مخصصه تحت عنوان تاثير السلبي للهجره غير المنظمه او الهجره غير الشرعيه يعني للشباب في العالم. حضرتك كنت مشارك فيها وكان مشارك فيها كمان عدد من المسؤولين ويعني شباب ممثل لدول كثيره في العالم. الاستاذ سامح شكري كان موجود، السفيره نبيله مكرم. حابين بدايه كده نعرف منك خلاصات المقترحات، ايه اللي اثمر عنه الحوار في جلسه زي دي شارك فيها اصوات مختلفه من العالم؟ صباح الخير. كانت حلقه نقاشيه استمرت على جزئين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كنت متحدث فيها باعتبار عضو في المجلس القومي لحقوق الانسان. ايضا كان متحدث فيها سياده السفير سامح شكري وزير الخارجيه، وايضا برنارد كاسل اللي هي مديره مفاوضات اللاجئين في الامم المتحده، وكذلك وزير الثقافه البوروندي. وكان متحدث فيها اثنين من اللاجئين السوريين او من الاشقاء السوريين اللي موجودين في مصر، كان منهم الصديق الاستاذ باسم، وايضا يعني رياضي سوري والاستاذ علاء العوضي، يمكن امير العوضي. وكان محاور النقاش حوالين يعني ما الفروقات بين اللجوء والهجره،
وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف صعب جدا، كيف يهدد استقرار العالم كله، العالم كله وبتشتكي وبتعاني منه أوروبا بشكل أساسي، وكيف يمكن للدول التي هي محطة وصول للاجئين أو الدول اللي هي دولة يمكن أن أنت تكون دولة محطة يمكن من خلالها ينتقل اللاجئ إلى أوروبا، يعني يصل إليها من دولته زي مصر، لأنه في كتير من الحالات مصر وليبيا أو دول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط هي دول بتكون محطات بيجي فيهم اللاجئ إلى محاولة النزوح غير الشرعي إلى أوروبا. أنا بتكلم عن الجزء غير الشرعي من الهجرة، مش بتكلم عن الهجرة المنتظمة اللي بتمشي من خلال آليات القانونية الخاصة بها، لكن بتكلم عن مشكلة الهجرة غير الشرعية. في فروقات واضحه جدا كانت بين اللجوء وبين الهجره، انه اللاجئ هو ينزح تحت ضغط تهديد حياته وامنه وامن اسرته، يعني في امر خطر جدا استمراره في المكان اللي هو اللي هو موجود فيه متعلق بحياته متعلق بحياه اسرته. المهاجر بيختار انه ينتقل من بلده الى مكان اخر في الغالب لأسباب اقتصادية في أكثر الأحوال، لكن لما تكون الهجرة غير شرعية ما تكون الهجرة غير قانونية بيمروا هم الاثنين بنفس الصعاب، لأن هم اللاجئ سواء كان لاجئ نازح نتيجة لي يعني تهديد أمني كبير في منطقته، والمهاجر غير الشرعي اللي هو بيسلك قنوات غير شرعية، في الآخر هم الاثنين بيتعرضوا لنفس المخاطر من تجارة البشر، من عصابات ممنهجة بتقوم بهذا الدور، بتم استغلالهم استغلال مالي وأحيانا استغلال جنسي، يعني في أمور كثيرة بتحدث. يعني يمكن آخر الأرقام بتقول أنه العالم بيه أكتر من 22 مليون لاجئ، 55% منهم من منطقتنا من الشرق الأوسط أو من المنطقة، يعني أقول لك أنه سوريا وجنوب السودان، سوريا حوالي 5 وأفغانستان هم 55% الثلاث دول بس، حوالي 5,600,000 لاجئ سوري، 2.8 يعني 2,800,000 لاجئ من جنوب السودان. انت بتتكلم في عدد ضخم جدا بالنسبة للاجئين في العالم، دي منطقة استقرارها مهم، وعدم استقرار هذه المنطقة بيأثر بكل تأكيد على استقرار كله. العالم وزي ما احنا تناقشنا في مسار النقاش انه اكتر دولة تضمن استقرار هذه المنطقة هي مصر، لانها الدولة المركزية يعني، ولانها الاكثر تعدادا في السكان، الدولة اللي هي المنطقة المتوسطة بين المشرق العربي وبين المغرب العربي، انت بتتكلم عن حجر الاساس، وبالتالي مطلوب اذا يعني هناك اراده لاستقرار هذه المنطقه اجراء التحولات الديمقراطيه اللي بتحصل فيها بدون استخدام السلاح. كل ما اتجهنا الى الحل السلمي، كل ما اتجهنا الى المفاوضات السياسيه، كل ما مشينا في قواعد المفاوضات دون ان الصراعات سواء كانت داخليه او صراعات بين دول وبعضها، كل ما استطعنا حلها بالقنوات السياسية. بمناسبة الخبر يعني الرحلة اللي بيقوم بها الوزير سامح شكري في محاولة لي احتواء الأزمة اللي موجودة في المنطقة المتعلقة بلبنان، فكلما احنا اتجهنا الى محاولات سياسية لحل الأزمة في سوريا، لحل الأزمة في ليبيا، كل ما مشينا في اتجاه جنيف 1 وجنيف 2 والأستانة في سوريا، وكل ما اتجهنا في تقوية اتفاق الصخيرات في ليبيا، كل ما مشينا في هذه الاتفاقات السياسية دون استخدام السلاح، كل ما احنا بنقلل أعداد اللاجئين. النقطة الثانية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية يمكن هنرجع لها، لأن هذه المنطقة بحاجة إلى مساعدة وتنمية اقتصادية. هنروح لباسم. صباح الخير يا باسم، أنت قلت بقالك 5 سنين هنا في مصر، عايزين نعرف يعني سبب اختيارك لمصر أولا، والخمس سنين دول كان فيهم إيه تفاصيلهم، وأنت تعتبر أول مخرج سوري مسرحي صحيح. يبقى في مهرجان الإسكندرية وقدمت ربما نوع مختلف شوية من المسرح، الصورة مسرح الصورة التفاعلي، عايزين ملخص كده لرحلتك 5 سنين دول هنا في مصر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة أونلايف شكرا على الاستضافة الحلوة والدعوة الجميلة. بقول صباح الخير لمصر، صباح الورد والفل والياسمين الشامي، صباح العطور وصباح السلام من أرض السلام أم الدنيا مصر الحبيبة. كسوري أنا ما بحس حالي أبدا لاجئ بمصر أبدا. نحن ذكرنا قبل هلا أنه نحن كل ما هنالك طلعنا من غرفة ودخلنا الغرفة الثانية، ما غيرنا البيت أبدا، احنا كنا حاجة واحدة زمان. طبعا طبعا ونحن في تاريخ قديم طبعا بيربطنا مع بعض. طبعا أنا جيت بظروف تعبانة جدا للأسف، أول ما جيت ما كان عندي أمل أنه أعيش بالبلد هون. يعني هي كانت عبارة عن نقطة عبور،
فقط يعني فقط لا غير. كنت عم فكر اجي لهون وبعد منها سافر على اوروبا عن طريق الهجره الغير منتظمه. عن طريق البحر يعني. طبعا انا شفت كثير ناس طلعوا قبلي وتعرضوا لخطر كثير كبير مثل ما ذكر اخي محمد. كان عم يصير فيهم اشياء كثير غريبه بصراحه. ينسرقوا، ينتهكوا، صحيح. يتعرضوا لانواع عنف كثيره بصراحه. تجاره الاعضاء كمان. نعم. فبعدها انا يعني قلت لازم ابدا بشيء بمصر. طبعا انا سابقا كنت مقدم برامج ومذيع بقناه سبيستون للاطفال. حتى كنت بفريق المسرحي لسبيستون. زميل يعني زميل قبل ما تبقى مخرج مسرحي، زميل مذيع. انا كنت المقدم الرسمي مهرجان صيف دبي 2009 مع سبيستون. جميل. وعندنا فريق كان بسوريا نعمل حفلات البيرثدي والاوبن داي والسبورتس والشغلات الترفيهيه يعني. لما جيت لهون لقيت في شغلات لازم اشتغل عليها غير الاطفال. يعني بعد مرور 30 سنه قررت انه غير خلص، يعني اشتغلت 18 سنه بمجال الاطفال. لازم غير. فانا قررت اشتغل على قضايا الشارع. الشارع. قضايا الشارع. لفت نظري العنف بطريقه رهيبه ضد المراه، ضد الطفل، التمييز، التهميش، التحرش بشكل رهيب جدا. احنا ما عم نحكي بس بمصر. احنا عم نحكي على مستوى العالم. فقررت اعمل فن جديد كنت شايفه قبل هلا ببريطانيا وفرنسا، وهو عبارة عن مسرح صورة. فيش كلام يعني. تفاعل، ما فيش كلام. فيش كلام. مسرح صورة تفاعلي هي عبارة عن قضية بنحكي عليها بطريقة صور متعددة. كأنك عم تشوفي مسلسل، فأنت بتحضري بداية القضية من صورة من أربع أشخاص، كل شخص في تحت منه ورقة مكتوب عليها إنه مين هذا الشخص، بعدين في سهم بدلك على اتجاه تاني بتروحي بتشوفي تطور القضية. جميل. بعدين سهم ثالث بيورجيكي صلب القضية، والسهم الرابع أنا خاتم فيه القضية بقهر. إما موت أو عجز أو انتصار القاهر على المقهور. جميل. وبكون موجه سؤال بالصورة الأخيرة، إنه لو أنت كنت مكاني شو كنت رح تعمل؟ بتحط المشاهد هنا أو المتوقع معك. فرح معك. فتلقائيا بتلاقي إنه هو بيحكي مع الصورة. لا انا لو كنت مكانك كنت عملت كذا وكذا وكذا. بدات هذا الشيء بمركز العجمي المجتمعي بالاسكندريه بحضور اكثر من سبع جنسيات مختلفه، وكان الاثر واضح جدا، وخاصه كنت عم ناقش قضيه الهجره الغير منتظمه. فكان في ناس فقدت اطفال الها واشقاء واخوات عن طريق الهجره المنتظمه. شيء مرعب. فلقيت الناس كانت تبكي بطريقه رهيبه. رجعت عملت العنف ضد المراه بمركز سيدي بشر. كمان كان في امهات كانت عم تبكي بطريقه بس بنفس الوقت كانوا عم يعطوني حلول. طب انا هاخد من كلامك وروح استاذ محمد عبد العزيز، لانك ذكرت الاطفال وفي ارقام مفزعه وصادمه، تحديدا استاذ محمد فيما يتعلق بايطاليا، الهجره غير الشرعيه لايطاليا 20% منها اطفال اكثر من الشباب، لانه هناك القانون بيسمح ليهم انه لا يرحل خارج الاراضي الايطاليه. عايز اتكلم هنا على زوايا المعالجه. ذكرت وقلت انه مصر دوله مهمه جدا ومحوريه فيما يتعلق بمواجهه الهجره غير الشرعيه. هل في تعاون دولي مع مصر ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا، لان القضيه مش محليه بس. والى اي مدى الدول او العالم متفهمه الدور المصري وممكن تتعاون مع مصر لمواجهه الهجره غير الشرعيه في ضبط الحدود او تقديم مساعدات او غيره؟ مبدئيا تحديدا ايطاليا، لانها في العمل فيها مساحات للعمل في سن تحت السن الدولي او الرسمي في الامم المتحده للاطفال اللي هو سن ال 18 سنه، فبيبقى حد عنده 17 سنه 17 ونص 16 سنه ويبقى عنده حلم الهجره لاوروبا، حلم انه يقدر يكون ثروه او يقدر انه
طول الوقت النموذج بتاع الشاب المكافح اللي يشتغل في أوروبا فيكون ثروة. ده أحيانا بتكون أحلام لأنه بيصطدم بعد كده بواقع أنه غير المشاهدات اللي ممكن يكون شافها في السينما أو ممكن غير مشاهدات شافها من 20 سنة أو من 30 سنة حوالين سهولة الهجرة إلى هذه البلدان والثراء السريع لأنه الأمور اتغيرت كثيرا في هذا الوقت. مهم جدا أن احنا ناخد في الاعتبار عدة حاجات. أن مصر دولة فيها 104 مليون مصري، وبالتالي انت بتتكلم عن دولة تقيلة في عدد السكان، وهي دولة جنوب بالنسبة للبحر المتوسط، ولذلك لا يمكن لشمال البحر المتوسط ان يستقر الا باستقرار هذه الدولة اللي على جنوبه، لانه ده امر منطقي في بديهيات الجغرافيا السياسية. لا يمكن ابدا ان انت تبقى صحيح. في تنمية في اوروبا بينما دول الجنوب تعاني من مشكلة اقتصادية، ده اولا، خاصة انها دول يعني تقيلة في عدد السكان. في تعاون دولي ردا على سؤالك متعلق ببرامج للتنمية بتتعمل بين الدول الأوروبية وبين مصر وبين الأمم المتحدة وبين كتير من الجهات المانعة، لكن هل هذه الأمور كافية؟ في تقديري لا، لأنه مش بس مصر دولة تقيلة في عدد السكان، هي دولة بها أيضا لاجئين، أو خلينا نستعمل 5 مليون مهاجر او لاجئ بيقيم على الاراضي المصريه. حوالي 5 مليون من جنسيات مختلفه. فانت بتتكلم عن دوله بينها وبين اوروبا البحر، لكنها على ارضها يعيش ويتعايش اللاجئين اللي موجودين دون ما مصر تبني مخيم او خيمه واحده او معسكر لاجئين واحد زي ما في دول كتير متقدمه ديمقراطيا او بتتكلم عن تركيا بتعمل كده طبعا على الحدود بتاعتها، على الحدود، ويعاملوا معامله مهينه للغايه، بتبتز العالم كله، معلش بتبتز اوروبا عشان الورقه بتاعت طبعا بتستخدم هذه كورقه من اوراق الابتزاز الاقتصادي، بمعنى ان انتوا يا تساعدوا يا نسيب دول عليكم، وبتتعامل معاهم معامله مهينه جدا. وكل ما نجرب المعسكرات او المخيمات اللي بيقيمها الاتراك للاجئين السوريين وغيرهم بتكون مهينه للغايه. على العكس تماما، مصر تعاملت مع هذا الملف باعتبارها دوله ذات مسؤوليه في هذه المنطقه لانها دوله رائده وهي الدوله المركزيه زي ما قلت. فتجد انه الاشقاء السوريين، واحنا ما نتعاملش معاهم زي ما قال باسم، واي حد من السوريين الموجودين في مصر يمكن ان يتم يعني النقاش معاه، لا يتم التعامل معاهم باعتبارهم لاجئين على الاطلاق. انت بتشوفهم موجودين في انشطه اقتصاديه، بتشوفهم صحيح. موجودين في فرص عمل، بتشوفهم طول الوقت بيدوا نموذج محترم جدا. فاصل، انا اسفه اني بقطع كلام حضرتك، وهنيجي نتكلم ونعرف برضو السوريين عايشين ازاي في مصر صحيح. واحوالهم عامله ازاي وايه مشاكلهم. احنا لسه مكملين مع الاستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس قوم لحقوق الإنسان وباسم العطار المخرج المسرحي السوري. خليكم معنا. مرة تانية باسم العطار بنصبح عليه. صباح الخير. والأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بنصبح عليكم. وسؤالي القادم لباسم، أنا عايز أعرف أنت عايش هنا في مصر يا باسم، يعني إيه مشاكلكم؟ يعني أنتوا أكيد في مشاكل، في مشاكل في التقديم مثلا للأطفال في المدارس، الإقامة، الجنسية، إيه المنظمات؟ هل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين مثلا بتساعدكم؟ هل في منظمات إغاثية معينة؟ إديني تفاصيل. صباح الخير مرة ثانية. صباح الفل. أنا بس هكمل الجزئية اللي بدأت فيها ممكن بعدين نفوت بالجزئية الثانية. نحن بس الفريق اللي كمنتو اسمه رحال المهاجرون. وهو يعني كان في شغلة مختلفة نوعا ما وأنا حسيتها إيجابية، أنه نحن عم نقدم هالتجارب تبع قضايا الشارع عن طريق الفريق اللي أعماره بين 7 سنين و 18 سنة. واو. يعني انا ما كان عندي سوريين كلهم ولا نحن 4 جنسيات سوري ومصري وسوداني وفلسطيني. نعم. يعني انا بوجه لهم تحيه، بوجه تحيه للفريق كله، فريق رحال المهاجرون، بوجه تحيه لمساعدي اللي دائما انا مطلع عينه. نفسي اشوف اجزاء او حاجات من العروض بتاعتهم. نور أصدقاء. ان شاء الله انتوا لازم تبعتوا كاميرا اسكندريه بقى نشوف اول عرض جاي لك. صباح قول هيجي لك. والحمد لله بسبب هذا النجاح اللي قدرنا نحققه شاركنا بيوم المراه العالمي بمكتبه اسكندريه. جميل. بحضور اكثر من 1300 من الجمهور اللي كان حاضر، وقدمنا شعار لفريق الرحاله اسمه يحق لها الحياه. يحق لها الحياه، المراه يحق لها الحياه. نعم. والحمد لله بسبب هذا النجاح تم ترشيحي لإخراج عمل مسرحي
بمهرجان البيج ريد القراءة الكبرى 2017، الحمد لله شاركت بعمل اسمه الفراش الشاغر للكاتب يحيى حقي. تمام. الحمد لله المسرحية لقيت نجاح كبير، وبعد انها يعني الحمد لله شاركنا بالمنتدى ولو وصلنا لعند فن. المقاومة بالفن دي حلوة جدا، يعني فكرة ان تقاوم بالفن ده وفن زي المسرح وفي حالة من التفاعل ده مهم جدا، وبيثبت وجودك كإنسان في أي أرض على فكرة. يعني هنا بصفة المغترب أو المهاجر بتختفي، وبتبقى صفة الفنان اللي بيشوف مشاعر الناس في أي بلد كانت في الدنيا. هروح للأستاذ محمد عبد العزيز مرة تانية والجانب الخاص بالتنمية وإيجاد الفرص البديلة، لأنه ده أهم مواجهة للهجرة غير الشرعية، إن يبقى في فرصة بديلة للشاب قبل ما يفكر في الهجرة في الخارج. إلى أي مدى إحنا قاطعين شوط كبير في الموضوع ده، والتشريعات بتاعتنا كمان المتعلقة عندنا لجنة وطنية وغيره وتشريعات المكافحة ماشية إزاي في إيجاد هذه الفرص البديلة لمن يفكر أن يهاجر هجرة غير شرعية؟ خليني أخد بس الجملة المتعلقة منك ومن كلام باسم متعلقة بالفن قبل ما أتكلم في الجزء المتعلق بالتنمية، انه هل احنا في العالم ننظر الى ويليام شكسبير باعتباره انجليزي صحيح، ولا باعتباره انت بتتكلم عن تراث ملك البشريه كلها إنسانية. لا يمكن انك تنظر الى نجيب محفوظ فقط باعتباره مصري، ولكن ده تراث. فالفن يذيب الجنسيات ويذيب صحيح، الخلافات وعابر السياسية للحدود. وعابر للحدود. انت بتقرا الادب والمسرح بدول يمكن انك تكون مختلف معها سياسيا، لكن انت تتذوق الفن والادب واللغه العالميه الموسيقى العالميه. ولذلك الفنون هي اهم وسيله يمكن انها تبقى رساله للسلام. الفنون والرياضه لا يمكن ابدا انك انت تفضل لغه الدمار ولغه الحرب هي اللي سائده، لكن ولذلك ده عظمه اللي بيعمله باسم واللي بيعمله الفنانين في العالم، انه لما يبقى اطفال من مختلف صحيح، الجنسيات بيشاركوا في عمل مسرحي واحد، لا يمكن ابدا انك هنا يبقى الخلافات السياسيه صحيح، او الصراعات السياسيه تبقى طرف او محل. هنا الفن والانسان الفنان بتصلح ما يفسده السياسيون. بالظبط بالظبط طبعا بتصلح اللي بيفسده السياسه. وايضا الانسان الفنان لا يمكن انه يبقى متطرف، يعني لا تجد متطرف ابدا صحيح، يتذوق الموسيقى او يتذوق الادب او يتذوق الفنون. ما فيش متطرف يقرا لتشارلز ديكنز او ليحيى حق او لنجيب محفوظ. مش محمد بنشوف مطربات بريطانيات وامريكيات تطرفوا يعني. لا هو شوفي هو اللي خلينا نقول ان كل قاعده استثناء يعني لكن الحاله العامه في الفن انها بترتقي بالروح طبعا، لانك ما تخليكش تتبنى افكار متطرفه، لانه في الاساس علشان تبقى مبدع لازم انت بتكون بتحب الانسان وتتسامح مع الانسان وتتسامح مع الاخرين. لا يمكن تبقى مبدع الا بهذه الطريقه. بالنسبه للتنميه الاقتصاديه مصر كان عندها يعني من الثمانينات حاجه اسمها صندوق التعاون الثلاثي، وكان الصندوق الثلاثي ده كان عباره عن بتدخل دوله مانحه، هذه الدوله كان في الغالب بتكون فرنسا او احيانا اليابان، كانت بتدرب يعني مهنيين مصريين اطباء مهندسين معلمين، ويتم ارسالهم الى دول افريقيه اللي كانت بتعاني في هذه الفتره من ضعف شديد جدا في التنمية، وكان الدكتور المصري سمعته قوية جدا في أفريقيا، المهندس المصري كان سمعته قوية جدا في هذه البلدان، واستطاعت الدولة المصرية بالتعاون مع المنظمات المانحة في هذا الأمر أو الدول المانحة في هذا الأمر فإنها تحقق تنمية حقيقية في دول أفريقية، واستمر هذا الأمر في العمل. الآن يوجد صندوق التعاون الأفريقي هو بدل الصندوق الثلاثي. الصندوق ده مصر بتوجهه للتعاون مع أفريقيا لإحداث تنمية في كثير من الدول الأفريقية. وأنا كان في يعني كنت اتكلمت مع أحد السفراء السابقين في الخارجية في حديث عن دور مصر في أفريقيا، فكلمني أنه هو بعد 30 يونيو كان في زيارة لبعض البلدان الأفريقية أيام ما كان الاتحاد الأفريقي ملتبس عليه مجرى في مصر، لما جمد عضوية بالظبط. فهم راحوا في محاولة لشرح حقيقة الوضع ما جرى في مصر، ففوجئ بزحمة في الشارع على مكان طبي يعني، فسأل ايه الطابور الزحمة دي، قالوا ده هنا الدكتور المصري، هو في الدكتور المصري له يوم
معين في الاسبوع او يومين في الاسبوع. فهم البلد ده مش فا... يعني مش عايز اقول اسم البلد لاني مش متذكر قوي عشان ما الخبطش، لكن منطقه افريقيا الوسطى يعني. قالوا ان هم في سمعه عظيمه جدا للطبيب المصري. وايه الفرق؟ انه مثلا الطبيب الفرنساوي ميعاده بينتهي الساعه 1:30، 31 دقيقه يمشي لو في 10 واقفين بره. الدكتور المصري لو ميعاده 1:30 ويقعد للساعه 4 بس ما فيش حد يبقى جاي يكشف ما يمشيش. ففي سمعه طيبه جدا في الطب يعني. معلش يعني هو الطبيعي فعلا ان المصري يبقى كده يعني، او الطبيب يبقى كده قصدي يعني. هو يعني هو لكن طول الوقت في التعاملات عندهم يعني حاجه الموضوع ميعاد 1:30. انا حابه الناس، لكن انا بس قبل ما انقل من هذه الجمله انه لا يزال مع خطوره الهجرة غير الشرعية اللي موجودة في العالم، ومع هذا التأثير السلبي اللي حاصل لأوروبا والدول كتير، تبقى ما يستنزف أوروبا وما يستنزف العالم من موارد نتيجة لتنامي خطر الإرهاب ونتيجة لتنامي خطر الهجرة غير الشرعية، ما يستنزفها أكثر كثير من أنها لو وجهت هذه الموارد التي تستنزفها عشان مشاريع تنمية. في مشاريع تنمية في صحيح. دول من اللي بتعاني من هذه المشاكل. ويمكن أيضا لمصر أنها تلعب دور الوسيط زي ما كانت بتلعب في أفريقيا في إحداث تنمية في إعادة الإعمار في الدول اللي جرى فيها التحولات. مصر عليها حاجات كتير قوي طبعا، مش عارفين هنعمل ايه ولا ايه. هو ده قدر الدول. صحيح. نابليون بونابرت له جمله مهمه جدا، قال ان مصر اهم بلد في الدنيا، وان هذه البلد هي المفتاح الذي يستطيع السيطره على مصر يستطيع السيطره على العالم. ده نابليون بونابرت. لا وديننا كمان احنا بيقول لنا مصر واهلها في رباط الى يوم الدين على طول يعني. طب بس ما انا حابه ان انا اسمع منك اجابه السؤال اللي انا كنت سالته. وعايزاك تبروز لي مشاكلكم، احنا ما نعرفش مين يكون بيسمعنا دلوقتي. اوكي. مصر برضه هي جدار الوطن العربي. تمام. لو الجدار ده تهدي يا استاذ محمد على قدر لا سمح الله هيكون في مصيبه كبيره جدا في الشرق الاوسط. مصيبه كبيره جدا جدا. يا رب ما نشوف اليوم ده يا رب. لا ان شاء الله مش هنشوفه يعني. احنا ساندين نفسنا بامنا. صحيح. خلاص يعني. طبعا الفن والرياضه هم جزءان لا يتجزأان من عمليه السلام، وهذا ما حدا بيختلف فيه ابدا. واكبر دليل على كذا قصه حدثت عبر التاريخ بنجاح هدنه بين دولتين عن طريق لعبه كره قدم او فن. دبلوماسيه كان اسمها دبلوماسيه البينج بونج. نعم صحيح. استولت نعم. في وقت من الاوقات اللاجئ رح نتحدث باسم اللاجئ حياه مع انه نحن بنعتبر حالنا وافدين مثل ما قلت لك، ولسنا لاجئين مثل ما قالت سعاده السفيره نبيله مكرم. انه نحن وافدين وأشقاء لأخواتنا المصريين. نحن رح نحكي عن كل اللاجئين الموجودين بمصر. نحن مش بس سوريين هون، نحن جنسيات عديدة جدا من اللاجئين الموجودة بأرض مصر. المعاناة بتكمن بأشياء أنا شخصيا طلبت أنه نلاقي حل إلها من الأستاذة نبيلة ومعالي الوزير سامح شكري. وطلبت منه أنه نحن لو كان في للاجئ بطاقة شخصية ينعمل له بطاقة شخصية تفضل معاه البطاقة الشخصية لغاية حق العودة إلى الوطن، لغاية حل الأزمة في بلده إنه يرجع على بلده. لأنه نحن هون منعاني موضوع الإقامة ومنعاني موضوع لو الباسبور انتهى. في حال الباسبور انتهى فتجديد الباسبور بالنسبة إنك السوريين عالي جدا. تكلفة يعني يعني نحن نجدد باسبور ب 300 دولار لمدة سنتين بس، مدة سنتين فقط ب 300 دولار. هذا مبلغ عالي جدا. لا طبعا. ما بيقدر اللاجئ بصراحة انه يوفره، خاصة نحن إذا بنبص انه اللاجئ هون مو كل اللاجئين معهم فلوس ومعاهم يقدروا انه ايه، لكن مش بس كلهم نعم نعم. وموضوع الإقامة، كسر الإقامة صار في عليه مشكلة. نحن هلا أول ثلاث شهور صار في غرامة قيمتها 1050 جنيه، وكل شهر بزيد 500 جنيه فوق المبلغ. فنحن نتخيل انه شخص ما معه باسبور ونفترض انه هو طلع باسبور، بس كيف بده يعمل اقامه اذا كان كاسر سنه مثلا؟ مش هتلحق يعني عقبال ما تجدد فيها يكون عايز تجدد. يعني من اهم المشاكل اللي عم تواجهنا الاقامه بصراحه. طبيعه المدارس او الاطفال ما فيش اي مشكله فيه. نحن كسوريين نحن كسوريين بنتعامل معامله الطالب المصري بالظبط في كل بالزبط. حاجه ما فيش في حاجه مدعومه بتبقى مدعومه ليكوا برضه؟ شوفي نحن طبعا الدعم الاساسي لنا بمصر واللي انا شخصيا نجحت عن طريق عن طريقه وبالمفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين اليو ان اتش سي ار. تمام.
يعني لما انا اجيت بدي انطلق ما لقيت حدا يسندني ويوقفني ويتبناني غير المفوضيه. فانا في المفوضيه في عده جمعيات منها اهليه ومنها مجتمعيه ومنها مرتبطه بالمفوضيه. اسمح للاسف وقتنا انتهى للاسف الشديد يعني معانا يعني للاسف وقت الفقره انتهى، لكن كل بيت مصر هي مفوضيه على فكره، مفيش مصريين. لازم نقول جمله تلغرافيه بس، انه في مشكله اللاجئين مهم جدا طرح عوده اللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم، وده حق اصيل من حقوق الانسان تغفله الامم المتحده حتى الان بعد مرور كل هذه السنوات على القضيه الفلسطينيه. موضوع طويل طبعا ومحتاج كلام كتير فيه جدا، شرفتنا وعايز اقول كلمه احنا اتفضل. انا بشكر الحكومه المصريه وبشكر الشعب المصري لو وقفتوا معنا، وبطلب من الحكومه المصريه ايجاد حل للازمه السوريه باقرب وقت، لانه اشتقنا لتراب الشام واشتقنا للياسمين الشامي، وتجوا كمان ان شاء الله تشرفونا وتنورونا ببلدنا. يا ريت وبدي وجه تحيه لماما انا بسوريا وبقول لها اشتقت لها كثير وان شاء الله بشوفك قريبا. بدي وجه تحيه لاخواتي الموجودين بنصبح على ست الكل، بنصبح على ست الكل وكل ام سوريه وكل بيت سوري. ودايما زي ما بيقولوا كده، القاهره ودمشق عاصمتان لوطن واحد، لبلد واحد. بشكرك شكرا جزيلا. صحيح. شكرا جزيلا الفنان باسم العطار مخرج المسرحيه ومدير مبادره الرحال المهاجرون، نورتنا وشرفتنا. شكرا. بشكر كمان الاستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنه العفو الرئاسي. كنا عايزين نسالك على العفو الرئاسي، في حاجه جديده ولا لا؟ ان شاء الله قريب قريب في قائمه جديده باذن الله. قريب الرابعه مش كده؟ الرابعه ان شاء الله. لا ما اقدرش اقول كام يوم بس قريب. مش صمت كده يا صباح. شكرا جزيلا بشكركم. بعد الفاصل مبادره مهمه جدا، مبادره اسمعونا، فيها تفاصيل كتيره جدا حابين نعرفها، وعمل خير على ارض الواقع بيشتغلوا في صمت من غير دوشه ولا اي ضجه. مبادره اسمعونا بعد الفاصل.
يا صباح الفل والطاقة الإيجابية من النماذج الجميلة جدا اللي شاركت في منتدى شباب العالم، وبقالها فترة بتشتغل على الأرض، بتشتغل في صمت كده من غير أي دوشة ومن غير أي ضجة حولها. جميل جدا انه مجموعة من الاشخاص اتجمعوا عشان يقدموا خدمة للبلد من غير اي خدمة شخصية، يشتغلوا لوجه الله ووجه الوطن. مبادرة اسمعونا او مؤسسة اسمعونا بتشتغل من يعني 3 سنوات، قدمت افكار مهمة جدا فيما يتعلق بتنمية الانسان المصري، مشاريع مهمة جدا خاصة بقرى مصرية اكثر احتياجا، تطوير اكثر من 25 قرية، قرية الامل، شغل كمان في مواجهة فيروس سي ومعالجة عدد كبير جدا، شغل على مستوى التعليم على الصحة بشكل عام، ازاي الانسان المصري يرتقي يعيش حياة جيدة. معانا على الهوا نتعرف على مؤسسة اسمعونا ومشاركتها كمان الاخيرة، كانت مشاركة مميزة ومختلفة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. معانا المهندس جمال عبد الناصر، العضو المؤسس وامين صندوق مؤسسة اسمعونا. صباح الخير والفل على حضرتك. صباح الفل. اهلا فندم. اهلا مهندس جمال. انتوا بداتوا او تاسستوا في اخر 2014، بدايتكم الفعليه كانت اول 2015، يعني احنا بنتكلم في سنتين تقريبا، سنتين فيهم حاجات كتير قوي ممكن نقعد نرص فيهم. يعني محمد قال شويه وانا هقول شويه تانيين، في قرى في بني سويف، في قرى في الفيوم، في قرى في فين كمان، في الاقصر، في الاقصر. كنتوا بتجيبوا خبراء كمان من بره يجروا عمليات بالمجال لغير القادرين. بتوزعوا شنط بكل المحتويات اللي فيها للاطفال برضو لغير القادرين. لا احنا عايزين نعرف انتوا ازاي قدرتوا. هو في خبير موجود دلوقتي على فكره، يعني في خبير انا وانا داخل كنت بتابع ان هو وصل اسوان دلوقتي، خبير عيون جاي مصري. ما شاء الله. هنتكلم برضو عن مجال الصحه. صحيح. خبير مصري من الجيل الثاني، اللي هو احنا كنا دايما بنجيب المصريين اللي متعلمين في مصر وطلعوا بره. بالظبط. لا ده بقى من الجيل الثاني، اللي هو باباه ومامته مصريين وتعلموا هنا وطلعوا بره، وهو اتولد في كندا واتعلم هناك. الخطوات السريعه دي يا فندم في سنتين بس، حضرتك فكلمنا تفاصيل ايه هي؟ هقول لحضرتك. هو احنا طبعا احنا مؤسسه اسمعونا ابتدينا في 2015، يعني ابتدينا اكشولي في 2014 كمبادره ببوست كده موجود على الفيسبوك، حد بيقول انا زهقت وعايز اسافر وعايز اهاجر وعايز اسيب البلد خالص. ابتدينا طبعا كل واحد بيرد، احنا ما نعرفش بعض يعني، ده بوست وناس بتتكلم. فده كان بوست من الاستاذ هيثم نبيل. جه الاستاذ محمد فتحي كاتب، راح عامل بوست تاني قال يا جماعه احنا عايزين بدل ما نهاجر بدل ما نطلع ونسيب البلد. كل حد بيعمل حاجه على الارض احنا ممكن نجتمع، واحنا كلنا ما نعرفش بعض. اجتمعنا اتفقنا ان احنا كل واحد فينا بيعمل حاجه على الارض يقدر يساعد التاني، ونعمل مبادره. بعد كده عملناها مؤسسة. والمؤسسة ابتدينا بقى مؤسسة عشان نقدر نلم تبرعات ونقدر يبقى فيه. اشمعنى اخترت اسم اسمعونا؟ اسمعونا عشان هو ده اللي اهالينا عايزين يقولوه، مش احنا اللي عايزين نقولوه. يعني هي اسمعونا دي اهالينا نفسها عايزه تقول يعني اسمعونا. الناس هي اللي بتقول. بالظبط. الناس اللي اهالينا اللي في الصعيد. اهالينا اسمعوا صوتنا. اسمعونا احنا إيه؟ احنا عايزين ايه؟ احنا محتاجين ايه؟ احنا شباب محتاج شغل، محتاج يعني تنميه، واهم يعني حاجه ركزنا فيها هي التنميه المستدامه اللي احنا عايزينها تبقى موجوده. احنا معانا صور، قالوا لنا في 40 صوره يعني تقريبا هنتفرج اكتر مش هنطلع. الصوره دي في المنتدى، في منتدى الشباب العالم لسه من الاسبوع اللي فات. ودي كانت مع سياده الوزيره نبيله مكرم وزيره الهجره، لان احنا بنتعامل معاها في حاجات العلماء المصريين اللي بيجوا من الخارج. احنا دي مساعدات. ده منظر البيوت. احنا بنعمل قبل وبعد. دي المنازل الموجوده في قرى مصر الاكثر احتياجا. يعني شويه صور. المشروع هي اللي هو قريه الامل. قريه الامل بالظبط. 25 قريه. احنا ابتدينا طبعا ب 25 قريه، احنا عملنا اكتر من كده طبعا. بناخد القريه حسب احتياج القريه، بنعمل دراسه للقريه. يعني مثلا دي قريه في تقريبا في المنيا دي بعد ما خلصت. احنا بناخد القريه بنعمل لها دراسه، بنشوف قريه محتاجه ايه، في بيوت محتاجه اسقف، في بيوت محتاجه اعاده اعمار كامل. بنشوف الدراسه ديت مع اهالي القريه ومع الجمعيات اللي موجوده في القريه.
لان هدفنا الاساسي في اسمعونا هي التشبيك ما بين المبادرات والتشبيك ما بين جهود المجتمع المدني. يعني احنا عندنا مجتمع مدني قوي جدا جدا. عندنا تقريبا 50,000 جمعيه موجوده في مصر. يعني في مجهود جامد جدا جدا، بس احنا عايزين نوظفه لاتجاه واحد، يعني بيشتغلوا زي بيقولوا جزء منعزله. عايز اعمل التشبيك ما بينهم. احنا عايزين بالظبط يبقوا حد في التعليم، حد في الصحه، حد في كذا. بالظبط. لكن باشمهندس جمال، انتوا محظوظين جدا، يعني انا اعرف ان انتوا قابلتوا محلب قبل ما كان رئيس وزراء. لا احنا مش قابلنا باشمهندس ابراهيم محلب. ابراهيم محلب كان عندنا لقاء اسبوعي مع المهندس ابراهيم محلب. كل يوم اربع، كل يوم اربع، ده لقاء اسبوعي. عشان يشوف اخر تطورات اللي احنا شايفين فيها. ومسؤولين تانيين كتير، والرئيس قابلته كذا مره. ازاي كل ده؟ يعني في ناس كتير بتعمل نفس اللي انتوا بتعملوه، في مبادرات بس ما بيقدروش يوصلوا. واحنا محظوظين جدا طبعا. بس برضو يعني عارفه، هو احنا ابتديناها بنوايا صافيه تماما. احنا كل واحد فينا عنده شغله الخاص او عنده الحاجه اللي بيعملها، لكن هو حته تسمعونا ديت احنا بنعملها عشان خدمة أهالينا. أهالينا مفيش أي عائد. مش أي عائد خالص، بالعكس احنا بنضيع وقت كبير جدا. بس أنا شايف من وجهة نظري إن ده مش تضييع للوقت. لا بتبني استثمار للوقت. بتبني بلد. واستثمار لوقتي. يعني أنا عندي قصة كده، احنا عملناها مثلا في عندنا حاجة اسمها فرحتهم بشنطتهم. فرحتهم بشنطتهم دي احنا بنجيب الشنط نملاها بأدوات مدرسية وبنوزعها في صعيد مصر وفي وجه بحري في القرى الأكثر احتياجا. وبنجيب شنط كواليتي عاليه جدا جدا عشان تعيش مع الناس، وحتى الحاجات الادوات المكتبيه اللي بنحطها جوه بتبقى بكواليتي عاليه جدا جدا. ممكن تبقى في صور عندنا هنا نشوفها، يمكن تتعرض. انا مثلا في شركتي الخاصه لما جيت اعمل البروجكت ده لقيت الموظفين كلهم احنا عايزين نيجي معاك، احنا عايزين نشتغل في البروجكت ده. جم معايا فعلا كل موظفين الشركه، جم معايا يساعدوا يبقوا متطوعين. سيبنا بس في الشركه يعني ما يؤدي الغرض، يعني السكرتاريه، المخزن، الحاجات اللي هي انا عايز اقول لحضرتك ان ده اكبر وقت كان فيه شغل للشركه. واحنا والله من غير اي مبالغه، اقسم بالله من غير اي مبالغه خالص، يعني اكتر وقت كان بيبقى فيه شغل للشركه ان الموظفين كلهم بيعملوا حاجه تطوعيه. وده مش مبالغه تماما، انا بتكلم جد. يعني لو الناس فهمت ان انت كل ما بتعمل حاجه تطوعيه او حاجه تطوع او بتعمل حاجه لوجه الله فعلا، صحيح. مش بتضيع وقت طبعا. ده مش بتضيع وقت خالص. دي ثقافه مهمه جدا محتاجينها، ثقافه التطوع. بس انا عايز اسال حضرتك، ودي نقطة مهمة جدا برضو في العمل الخاص بمؤسسة اسمعونا، انه مش بس الهدف هو الإعانات والمساعدات والخير، وده موجود وعاملينه شغل هايل محترم جدا. الهدف التاني بقى الأهم، فكرة التنمية، ان انا اخلي شاب يشتغل، اديله مشروع صغير، اساعد اسره انها تبقى منتجه، لان ده بيتجاوز فكره المساعده المباشره واللي هي مهمه. وده هدفنا على فكره. في الاطار ده بقى بتعملوا ايه؟ بص احنا هدفنا مبدئيا ان احنا ما بنساعدش اشخاص، يعني ما بنروحش لشخص محتاج حاجه فاحنا بنعملها له. احنا بنحاول نبقى لقريه كامله مثلا، لمجموعه، بنجيب دكتور مثلا يعمل عمليات لمجموعه ناس، يعني مش احنا ما بنجيش لفرد ونبقى دي حاله واحده، مش لحالات الواحده مثلا، لكن احنا بنبقى المجموعه. في الموضوع دوت احنا عندنا كذا مشروع عملناه، يعني بنشوف مثلا القريه اللي احنا بنعمل لها التنميه دي هي مميزه في ايه؟ يعني في قرى مثلا مميزه على سبيل المثال، يعني اقول لنا امثله كده. يعني في قريه كانت مميزه مثلا بزراعه النباتات العطريه. وبعد الثوره الوكيل اللي كان بيشتري منهم الحاجه ويصدرها اختفى. بعد الثوره حصلت مشاكل وانتم عارفين طبعا. في 2011 2012 مصانع قفلت كتير، فابتدينا نشبك ما بينهم، ما بين المزارعين نفسهم، لان هم ابتدوا بقى بعديها بسنتين بيزرعوا اي حاجه، ما ابتدوش يزرعوا النباتات العطريه لان هو هي جاهزه للتصدير، فابتدوا يزرعوا اي حاجه ثانيه لان هيزرعها وبعدين هي مش هتجيب همها، مش هتتصدر اصلا. هو مش عارف يعمل بيها حاجه. فابتدينا نشبكهم مع وزاره التجاره والصناعه. جميل. وعملنا كذا اجتماع مع هناك، واللجنه اللي هناك اللي هي بتاعت الشؤون الخارجيه جابت لهم فرص تصدير لامريكا الجنوبيه، وفعلا وبقى كمان احسن من كده ان هم بقى يعملوا بيصدروا مش بس من خلال مصدر بياخد منهم فرق سعر كبير، ده هم بيصدروا دايركت مع وزاره التجاره، وابتدى يبقى العائد يشتغل اكتر، وبدا الموضوع يدور تاني، ابتدوا يشتغلوا، ابتدوا يزرعوا تاني، ابتدوا يشتغلوا. طبعا الموضوع كبير جدا، الموضوع مش صغير،
ومصر بسم الله ما شاء الله كبيره جدا جدا، يعني مش قريه ولا اتنين، بس احنا بنحاول بنحاول على قد مجهودنا، وان شاء الله ربنا يسهل. تمويل منين باشمهندس؟ من التبرعات بس؟ من التبرعات بس. احنا عندنا يعني لكم حساب معين في البنك؟ لينا طبعا حساب في السي اي بي، ولينا حساب ولينا رقم مختصر ممكن يعني نبقى نعرضه. نقوله على الشاشة. هو معي ثانية واحدة اطلع عليك. طيب ايضا انا كنت اعرف ان انتم بتساهموا في قوائم العفو الرئاسي عن المحبوسين. بعض الناس عندنا في مجلس الامناء بيساعدوا في قوائم العفو، وطبعا ده واجب علينا برضو لان ده شباب مصري موجود، وده واجب على اي حد ممكن يقدر يساعد في حاجه زي كده. يعني عددكم قد ايه يعني؟ واللي حابب مثلا بيتفرج علينا وحابب الفكره، لانه في شباب كتير على فكره عايز يخدم بلده مش عارف يخدمها ازاي، مش عارف يروح المؤسسه او الوسيله اللي يستخدمها عشان يقدم خدمه لبلده. فاللي عايز يتطوع ينضم اليكم. عندنا على الفيسبوك عندنا بيج اسمعونا، باسم اسمعونا بالعربي، بالعربي مكتوبه اسمعونا بالعربي والانجليزي في كده وفي كده، وممكن يدخل وبيبعت لنا على الفيسبوك ريكويست، واحنا حد بيكلمه بيتابع معاه وبيقدر يوصل لنا من خلال الصفحه الخاصه. وهدي برضه يا ريت مع حضرتك يا ريت لو تقول دلوقتي عشان احنا فاضل لنا دقيقه يعني هنقفل. طيب لو عقبال ما اسال السؤال، لو حضرتك حابب تبص في السكتش بتاعتك عشان تطلع عايزين برضه نعرف باشمهندس جمال، انتوا كل واحد فيكم له شغله وله اهتماماته. أيوة. انتوا آلية شغلكم ازاي؟ يعني انتوا مثلا مقسمين انه فلان هينزل القرية الفلانية وهيعمل، احنا هننزل اليوم الفلاني وهنعمل، لان انتوا اكيد مشغولين مش فاضيين مش قاعدين بس للمبادرة دي. سريعا باشمهندس جمال. هو احنا منظمينها بينا، احنا 9 في مجلس الامناء و16 واحد اللي عملنا اسمعونا، بس هم في 9 موجودين اكتف دلوقتي في مجلس الامناء. بيبقى تقسيم بينا، يعني في كل واحد بيبقى ماسك مبادرة، يعني انا ماسك مثلا فرحتهم بشنطتهم اللي هي الشنطه اللي بتوزع على المدارس. عندنا ناس ثانيه ماسكين وقتك لبلد، الدكتور رنا زيدان، عندنا استاذ مصطفى زمزم ماسك طمن مثلا، عندنا كل واحد ماسك. جميل. للاسف وقتنا خلص والخير ما بيخلصش، مبادرات الخير والتنميه ما بتخلصش خالص، محتاجين نسمع كتير، محتاجين نسمع اسمعونا. بحييك وبحيي كل الفريق المبدع الهائل جدا وراء مؤسسه اسمعونا. وصلنا لختام حلقتنا، بشكرك مهندس جمال عبد الناصر عضو مؤسس وامين صندوق مؤسسه اسمعونا، معلش الوقت بيجري. شكرا ولاء. وصلنا معاكم لختام حلقه النهارده، نشوفكم بكره وحلقه جديده في صباح اون. صباحكم كله خير، صباح الفل.